لم تنتهي قضية رشوة شركة أونا أويل التي حصل عليها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في تحقيقه واسع النطاق، حيث كشفت عن رشاوى تبلغ أكثر من 17 مليون دولار لتأمين عقود بقيمة مليار و700 مليون دولار للشركة وعملائها. يصدر الحكم أخيرا على بول بوند في محكمة ساوث وارك كراون بالسجن ثلاث سنوات ونصف. بتهمة التآمر مع آخرين لرشوة مسؤولين عراقيين بعد تأمينهم عقود نفط مربحة. مبلغ تسعمائة ألف دولار حولها بوند مع موظفي أونا أويل على شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين في شركة نفط الجنوب ووزارة النفط. مكتب مكافحة الاحتيال الخطير وصف العملية والتآمر في المناقصة لمشروع البنية التحتية الحيوي. لضرب للاقتصاد العراقي النامي دون اي اعتبار للتاثير. تظهر سلسله الادانات في هذه القضيه تصميم مكتب مكافحه جرائم الاحتيال الخطيره، القضاء على الممارسات الفاسده ومقاضاه مرتكبيها في جميع انحاء العالم من خلال العمل مع شركاء انفاذ القانون في جميع انحاء العالم. بوند أدين بعد ستيفن وايتلي ودياد عقل مديري إقليم أونا أويل السابقين كما أقر باسل الجراح في عام 2019 الشريك السابق لأونا أويل في العراق بأنه مذنب في خمس تهم أيضا عراقيون متورطون مع أونا أويل بصفقات مشبوهة في سرقه نفط العراق وتخريب مستقبل الاقتصاد الذي جعل البلاد منهاره غير مستفيده من كنوز الذهب الاسود وامال شعبه المعقوده على خير الارض وما فيها